مصدر راحة الراحة بالأصل هي أن تكون نفسك راضية عن أي شيء تسويه بشرط ما تكون مجبور على هالشغلة أحيانا نضطر ومجبورين أن نسوي أعمال الناس مع الضجر والتذمر اللي بداخلنا خذ العمل اللي يطلبونه منك الناس من باب المتعة فثقتهم فيك هي اللي وصلتهم أنهم يمدون يدهم بحاجتك وحاجة معونتك لا تدمر ثقتهم فيك تحبطهم ولا تقلل من قدرتك قدامهم حفز نفسك واحرص انك تسلمهم العمل بشكل اجمل من الجميل نمي قدرتك باستخدام مساعده الاخرين حب ما تصنع حتى تصنع ما تحب